وإلا من الترجمات العربية. طيب أنا ما بيزنوا عليه على حاجة كده، دي خريطة فتح الأندلس ممكن تعال دي تولايتلا هي في النص، دي خريطة الدولة الأموية في الأندلس. أيوه الدولة الأموية طبعا هو كل المساحة الخضراء هذه هي الدولة الأموية. أيوه تمام. الأجزاء اللي فوق دي كانت أجزاء التي انحصر فيها يعني بقايا يعني بقايا الممالك الإفرنجية أو بقايا الممالك الصليبية. تمام يا فندم. اللي موجودة دي هي دي بقى الممالك اللي وقف في بعضها، قرطاجنة اهي، قرطاجنة لو عايز يعني مثلا غرناطة. طيب احنا عشان بس انا قشتالة اهي، احنا دي غرناطة اخر ما بقي، دي قرطبة. ايوه احنا اذا بنشير الى الاماكن الممالك بقى تمام. قرطبة هنا، بطليوس هنا، طليطلة تمام، وهنا تمام قسطنطنس. دي بقى المناطق الساحليه اللي كان اشهرها دانيا واوريولا وقرطاجنة. في الجنوب هنا في ملقا، طبعا هنا سبتة وطنجة في المغرب، والجزء ده اسمه طريف مثلا. ليه؟ لان المكان ده هو اللي دخلت اليه طالعة طريف التي تستطلع فسميت طريف. ثم هذا المضيق بجبل طارق نسبة الى طارق بن زياد كما هو معروف. تمام. يعني دول الممالك او دول اللي تقسموا، يعني هذه الخريطه كانت في بدايه الدوله الامويه، مظبوط يا فندم؟ نعم، دي الدوله الامويه في الاندلس. اللي بعد كده اتشتتت بقت بدات يعني هو لو عنده باقي الخرائط هنلاقي ان باقي الخرائط ده دي خريطه الفتح. دي خريطه الفتح تم عبر مسارين، مسار موسى بن نصير ومسار طارق بن زياد. عشان كده هتلاقي في اكتر من سهم، في السهم الازرق بس هي بادئ من هنا يا استاذ محمد، بادئ من ما هو هنا. الخريطه دي بتتكلم على فتح الشمال الافريقي وبعدين الاندلس. بما ان احنا حلقتنا على الاندلس ودخلت على الاندلس تمام اتفضل. فهو انا اظن انها ظاهره للمشاهدين، يعني تاريخ موسى بن نصير. أيوة الاحمر اللي بالازرق طارق بن زياد، واللي بالاحمر موسى بن نصير. لانه لما كان الفتح سهل جدا توغل طارق بن زياد اكثر مما كان يقدر موسى بن نصير، وموسى بن نصير راجل مستفيد من التاريخ ومش عايز التوغل السريع ده، فأرسل له يعاتبه ويقول له توقف، يقول لطارق بن زياد توقف توقف حتى ألحق بك. لكن طارق بن زياد طبيعة الأرض المدنية بتقول له أن الدنيا سهلة ومفتوحة، كمل. فلحق به موسى بن نصير، لحق بطارق وأكملوا مع بعض الفتوح. يعني هتلاقي في مسار لطارق بن زياد في الفتوح بالأزرق، طارق بن زياد بالأحمر غالبا موسى بن نصير. موسى بن نصير الأزرق هو ده، طارق بن زياد وصل لحد هنا. انت عايز تقول ان طارق بن زياد وصل؟ لا 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 لا، خلاص وصل لحد هنا. هم خلاص وقت ما وصل موسى بن نصير منع بقى زيادة التوغلات، ما يعني قال ايه ازاي يا فندم استاذ محمد؟ بص دي بقى دي مراحل الفتح الاخرى. في مراحل فتح اخرى فيما بعد في عهد الولاة توجهت الى فتح فرنسا وجنوب فرنسا. تمام؟ تمام. دي اللي انتهت عند بواتيه هنا بعبد الرحمن الغافقي. تمام. في معركة بلاط الشهداء. على حدود فرنسا أو غالية أهي. أيوه غالية أو بلاد الغال اللي هي فرنسا. وطبعا في ولاء بقى، في سمح بن الملك الخولاني وعنبسة بن صحيم وعبد الرحمن الغافقي، في حسان بن النعمان. ده كان في عهد الولاة الأول. بنسميه عهد الولاة الأول لأنه فتحت الأندلس. تمام. حصل دخل موسى بن نصير ثبت الأمور، لا ما فيش توغل تاني، وقفنا هنا. تكون الدولة الإسلام في الأندلس، بقى والي الأندلس يتبع إما أمير الشمال الإفريقي أو الدولة الأموية في المشرق. فبعدين لما حصل استقرار عايزين نكمل فتوح، فبدأت الفتوح مرة أخرى في جنوب فرنسا. تمام. في عهد الولاة. عهد الولاة ده بنقسمه العهد الولاة أول بينتهي بانتهاء عبد الرحمن الغافقي والهزيمة في بلاط الشهداء، وبيبدأ عهد ولاة بيبقى عهد ولاة ضعيف برضو، حدث التنازع بين المسلمين وظهرت المشاكل القبلية وبدأ يضعف الوضع الإسلامي، وبدأت تتمدد الممالك الفرنجية إلى أن أنقذ الله الإسلام في الأندلس. بمين؟ بعبد الرحمن الداخل. أيوة تمام. اللي هو الرجل الأموي اللي هرب من الدولة العباسية. فالخريطة اللي شفناها في الأول دي الأول خالص لا الأول خالص دي خريطة الدولة الأموية، يعني خريطة الدولة الأموية في الأندلس كما استقرت. تمام. اللي هي دي كده استقرت الدولة الأموية لحد حدود بلاد الغال. ممتاز. تمام. اللي بعدها اللي شفناها دي الفتوح، دي خريطة الفتوح. نشوف بقى اللي كانت موجودة دلوقتي يا جماعة، اللي كانت موجودة ايوه دي بقى التطور. تطور بس حدود الأندلس. هي الخريطة كده مش مرتبة، هو يعني الخريطة دي خريطة سقوط.
لم يبقى من الدولة الإسلامية إلا الجزء الإيه؟ جزء غرناطة ده. دي خريطة السقوط. بس هنا مكتوب تطور حدود الأندلس من قيام دولة الموحدين إلى قيام غرناطة. دي بقى لما سقط كل ده سقط فقدناه. كل ده فقدناه. كل ده فقد. كل ده فقدناه بقى عبر تطور الإيه؟ عهد ملوك الطوائف ثم انهيار دولة الموحدين. لم يبقى إلا غرناطة. غرناطة هذا هو الإيه؟ الشريط الحدودي. يعتبر شريط طيب. حدودي. طيب دي غرناطة مسلمة. نعم. دي ما تبقى من الأندلس. هذا ما تبقى تمام. من الأندلس. اللي بيحاربوها بقى هل كلهم متحدين ضدها ولا كانوا ممالك؟ مما أطال في عمر غرناطة لأن غرناطة عاشت 250 سنة إن الممالك الإسبانية تقسمت وحصلت بينهم حروب. هذا مما أطال في عمرها فعلا. يعني دي كانت عبارة عن ممالك؟ ممالك مفترقة هي زي ما أنت شايف. وبعدين لما اتحدوا المملكتين دول وعملوا إسبانيا أسقط غرناطة اللي هو الاتحاد المشهور بتاع إيزابيلا اللي شفنا منه مشهد دلوقتي اللي شفنا منه مشهد في اتحاد المملكتين دول قشتله ويعني أراجون خلى فيه مملكة تسمت بعد كده إسبانيا. هذه المملكة أول ما توجهت إلى إسقاط غرناطة وهذا ما كان ده المشهد في الوقت اللي هو غرناطة الصغيرة دي زي ما قلنا فيها 9 انقلابات عسكرية في ظرف 50 سنة. المشهد اللي شفناه اللي هو الحاكم اللي في الصورة بيبوس ايد الراجل الاسباني نعم. كان مشهد سقوط غرناطة اللي بنتكلم عليه في المقدمة انه الحاكم بتاع غرناطة كان ممكن يقاوم لكنه سلم ولاده او سلم البلد مقابل ان ينجو هو باهله وان يكون له يعني مزايا واموال وقد كان كده هو سلم. ما هو ده اللي قالت له امه ابكي على ملك لم تحافظ ابكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال نعم. مزبوط نعم. ده كان الحاكم هذا اسمه أبو عبد الله الصغير اللي هو آخر ملوك الأندلس. طيب لحظة بس خليني أسألك سؤال تاني ماشي. احنا عارفين محاكم التفتيش اللي تمت في الأسبانيا بعد خروج المسلمين هل كانت بدأت هنا الأول وختمت هنا ولا كانت نهاية يعني بدايتها هنا واختمها هنا؟ لا كان من الإنجاز الحضاري اللي أدخله المسلمين إلى إسبانيا وإلى الغرب إن ممكن الدولة تعيش وفيها أديان مختلفة. الفكرة دي ما كانتش معقولة ولا مقبولة قبل كده تمام. فلما انهارت الممالك الأندلسية كان الأصل إنها بتنهار على اتفاقية دائما من شروطها اللي هو حفظ يعني الدين وحرياتهم وهكذا. كون كمان إن الأندلسيين كانوا متفوقين جدا حضاريا في الصناعات والزخارف والعلوم والتجارة ده خلاهم ككتل الدولة محتاجة لهم كويس. يعني في اماكن ما حصلتش فيها محاكم تفتيش ليه؟ لان كان خساره المسلمين في هذه المنطقه يساوي خساره البلد كويس. لكن بالتدريج كان دايما بيتم نقض هذا العهد وبدء اجبار الناس على الدخول في المسيحيه او التهجير واحيانا كانوا بيجبروا على دخول المسيحيه وحتى التهجير ممنوع. وده حصل لليهود والمسلمين في بدأ المشهد ده اكثر ما يكون طبعا انا بقول حصل في يعني في الامور السابقه هنا بس حصل ببساطه ليه؟ لان المسلمين كان عندهم فرصه الهجره الى غرناطه ما كانتش تسمع الفظائع والشنائع كان عندهم الفرصه للايه للذهاب الى غرناطه. لكن لما سقطت غرناطه ما بقاش في فرصه بقى هيروحوا فين. ثم مع يعني الفخر والنشوه بانتصار المسيحيه وعلو الصليب بدأ يحصل انه لا يجوز ان يكون في الجزيرة خاطئ او من يعتقد بدين خاطئ. فكان بدأت فكرة محاكم التفتيش والتفتيش والحاجات نعم. طيب لحد دلوقتي الاسبان او بعض البلاد هنا بيحتفلوا بدخول الملكة ايزابيلا نعم. لحد النهاردة عشان صحيح. بس نقول للجمهور لحد النهاردة في مشهد شعبي بيعملوه كده تراثي عندهم في اسبانيا للملكة إيزابيلا والملك وهم بيستلموا مفتاح المدينة وبيطوف شوارع هذه المدينة في احتفال شعبي زي ما بنعمل عندنا ليلة الرؤية كده. حتى هذا اليوم بيتم الاحتفال ده. طيب احنا معانا فيديو بنشوف فيه مشاهد من اللي قالها الأستاذ محمد إلهامي بس خليني أقولك على حاجة يا أستاذ محمد. في مدارس في مصر أو في يعني في رهبنة في العالم او يعني رهبان اسمهم او يعني مدارس اسمها سانت فاطمه كنت استغرب جدا. سانت يعني قديسه او قديس انما فاطمه يعني فاطمه. ايه علاقه فاطمه بالقديسه فاطمه؟
فبدات انا ادور من ناحيتي زي ما بيقول الاستاذ محمد او زي ما بيقول زمايلنا كلهم، ما فيش حاجه عندنا مكشوفه في مصر، لازم تتعب انت بنفسك. فاكتشفت انه فاطمه دي كانت اميره اندلسيه وتم اسرها خلال واحده من الحروب دول او السقوط ده، وتسمى سماها الحاكم الامير اللي خدها سماها اوريانا يعني المشرقه، ودخلها عمدها على الطريقه الكاثوليكيه ودخلت المسيحيه، وكانت محبوبه جدا في القصر الامير ده، ويقال تزوجها الامير، وكانت محبوبه جدا وماتت الى وما يعرفوش اتدفنت فين، الى ان ثلاث صبيان صغيرين وهم قال ماشيين في الشارع كده شافوا نور فافتكروا ان الجو في حاجه فدخلوا الغنم، وفجاه ظهرت لهم فاطمه دي او القديسه او فاطمه القديسه فاطمه اللي كان اسمها بعد كده اوريانا. فقالوا لاهل القريه، فجم اهل القريه فشافوا معجزه 60,000 واحد، ده الحكايه تروى كده يعني، فشافوها. فحتى هذه اللحظه تم بناء كنيسه صغيره كبيره دلوقتي، محفل عظيم يعني، محفل كبير قوي، وعاملين فيه ممر كده في اسبانيا. اول ما تخش على الممر ده كل الناس اللي جايه زياره زي حالتنا او زي اي مسيحي يجي ساجد على رجله، يقعد كده على رجله على يتني رجله يعني، ويقعد يرطي راسه ويصلي للقديسة فاطمة. فاطمة دي هي احد او احدى الاميرات الاندلسيات اللي تم دخولها او اكراهها على الدخول في المسيحية. طيب اذا بدأت محاكم التفتيش في غرناطة يا استاذ محمد، كانت صعبة زي بيقول المؤرخين؟ هو بس لو تسمح لي انا ليا تعليق على فكرة ان هم ما زالوا بيحتفلوا الى الان باسقاط الاندلس ده. يا استاذ محمد بصراحة درس لينا ودرس حتى. انا فاكرك هتشككني. لا استنى اعرضه له. طب استنى انا لا 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 انا عارف ايه ليه قلت يعني، انا قلت لا انا شفته بعيني. طب ممكن نعرضه للناس انا موافق وتقول الكونكلوجن بتاع حضرتك كويس. بس انا شكيت، انا قلت حاجه غلط، انا شفته بعيني احتفالات الاسبان. لا هم احتفلوا فعلا. بص اهو يا جماعه، ده احتفالات الاسبان في الشوارع سنويا بليله او بيوم سقوط الاندلس على يد الاسبان وايزابيلا، وهيعملوا حفله دلوقتي عليها عربيه كده. انا فاكر الاحتفال، عربيه بتمضي عليها الملكه ايزابيلا وعليها الصليب وعليها جو، احتفالات احتفالات. اكتب على يوتيوب احتفالات الاسبان بالاندلس باسبانيا بسقوط الاندلس، هتلاقي جو وفي صليب والبابا. اهي التماثيل اهي، شايف اللي بتصور الشخصيات اللي كانت موجوده، ويعدي في الميادين ويمشي في الشوارع اهو. اتفرجوا، ده اهو بص الناس تلبس في الشوارع، بص الناس المتفرجين اللي واقفين لابسين مودرن، لكن دول بيصوروا الجنود وقتهم اللي دخلوا واللي خدوا المفتاح من ابو عبد الله اهو. بصوا العلم عليه اهو، عليه عربي. ارجع لحظه، ارجع لحظه، هتلاقي العلم اللي عدى عليه عربي، عليه كلام عربي. بصوا ادي الموكب ماشي ومعدي والصليب، ومبسوطين جدا بيحتفلوا بمحاكم تفتيش. يعني اسبانيا عملت ارتكبت مجازر في حق المسلمين في القصه دي، مجازر الحقيقه ما بيتكلموش عليها المؤرخين. لا زالت اسبانيا سنويا بتقيم احتفال بهذه الذكرى زي ما انتم شايفين اهم، وطابع ديني بحت، عشان ما يجيليش واحد بقى مسلم مصري زي محمد العدل يقول لك انتوا خليتوا الموضوع ديني. اهو طابع احتفالي ديني بحت، بخور شغال، أسس شغالين، صليب شغال، ما حدش يجي يقول لي انك انت خدتها في طابع ديني على الاطلاق، هم اللي واخدينها اهو. بص يعني ده انا بتفرج عليه، ده انا شفته بعيني في احد الميادين بيتم الاحتفال اهو. بص العلم ده، العلم ده عليه كلام عربي. دي رايه الموحدين. دي رايه الموحدين التي غنمها القشتاليين في معركه العقاب، ودي كانت احد المعارك القاسيه الكبرى التي يعني انهار بعدها الاندلس او يعني الحدود الشماليه اللي هي اشبيليا وقرطبه وعدد من المدن. شايف بيحتفلوا محتفظين بها، ليحتفلوا بها طبعا. طيب تعالى قول لي بقى يا استاذ محمد، كنت عايز تقول لي بمناسبه الاحتفال ده. كنت عايز اقول ان الاحتفال ده دليل على فكره الهويه، تمام؟ يعني اسبانيا المفروض انها بتطرح نفسها، المفروض انها بتطرح نفسها كعلمانيه. ايوه العلمانية دي بتقول ان احنا نفتخر بالناس اللي عشنا في ظلهم حضارة زاهرة، وكنا تمام. وقتها الجزء الوحيد المشع في اوروبا، تمام. لكن ده ما بيحصلش، هو بيحتفل باسقاط هذه الحضارة المشعة. اي تمام. فلذلك الناس اللي يعني اللي بتفكر ان الموضوع ممكن يمشي علمانية بدون هوية،
احنا يهمنا التقدم والاقتصاد والنهضة ومش مهم الاسلام، ده كلام فارغ. ده كلام فارغ وكلام فاضي. الناس بتنحاز الى هويتها. واحد زي اردوغان مثلا على المستوى الاقتصادي او العالم ده، العالم انا اسف جدا، ده العالم بياخده حاكم المدينة او حد يعني من الممثلين الرسميين، بياخد العلم ويطلع بيه يدخله الموكب وبيخش الموكب. موكب ديني يا جماعة، موكب عسكري ديني. هو بعض الاحتفالات التانية لو المشاهدين دخلوا على اليوتيوب هتلاقيه بيلبس لبس المطاردين بتوع محاكم التفتيش، قبعة طويلة كده، اللي هم الناس اللي كانوا مثيرين للرعب. يعني شرطة محكمة التفتيش كانت شرطة سرية، كانوا بيلبسوا قناع وفي كده ايه طربوش كبير يعني. في احد في مشاهد الاحتفالات ماشيين بموكب. ايوه. انما في مسألة العلمانية اللي كنت بقولها، لو ان الموضوع بيقاس بالمنجزات المادية والاقتصادية البحتة، كنت هتلاقي العلمانيين يحتفلوا بالاندلس، كنت هتلاقي الاسبان يحتفلوا بالاندلس، كنت هتلاقي العلمانيين راضين عن واحد زي اردوغان بالمعجزة الاقتصادية اللي عملها. لكن غير صحيح. الناس تنحاز الى هويتها، والتاريخ دايما بيقول ان الهوية تنتصر على المصالح. طيب خلينا نقول للناس بمناسبة الانحياز انه امبارح او اول امبارح، اول امبارح يا جماعة مش تاريخ بعيد، اول امبارح اقام ملك اسبانيا فيليب السادس حفلا بالقصر الملكي. فيليب السادس ده الموجود اقام حفل بالقصر الملكي ببدء سريان قانون منح الجنسية ليهود السفارديم الذين طردوا من اسبانيا عام 1492. ووصفوا هم جم زي ما قالوا الاستاذ محمد، عملوا محاكم تفتيش. نفسي بس تحكي لنا المشهد ده، عملوا محاكم تفتيش. فاللي عنا المحاكم دي على فكره زي ما قلت انا والاستاذ محمد، اليهود المسلمين هم ما كانوش عايزين اي حد ثالث، هو والبروتستانت معاهم، يعني اليهود والمسيحيين والبروتستانت والمسلمين يعني اي حاجه غير الكاثوليكيه هي دين خاطئ وكان يحارب ويطارد. بص بقى، ملك اسبانيا اقام حفل منذ يومين ببدء احتفال سريان قانون منح الجنسية ليهود السفارديم الذين طردوا من أسبانيا سنة 1492. ووصف ملك أسبانيا قرار طردهم بأنه خطأ تاريخي. السؤال بقى، ده ما بيحصلش ليه مع المسلمين الأندلسيين اللي تم طردهم؟ لا خليني أقول للناس اللي هتجنني زي محمد العدل، هتجنني يا عدل. يعني السؤال، الراجل بيعتذر لليهود اللي طردوا من 1400 سنة 1492 ووصف طردهم بأنه خطأ تاريخي. طيب ما انت طردت أيضا مسلمين يا ملك أسبانيا، لماذا لا تصف هذا القرار بأنه خطأ تاريخي؟ فضل يا فندم. لا يصفوا بهذا، ومش مهتم أصلا بالمسلمين لطبيعة واقع القوة اللي موجود في العالم. أصلاً أنت لما بتكلم في السياسة يعني أول ما تستبعده هو المنطق الأخلاقي. أيوة، هيجيبوا لنا خبر دلوقتي أهو. الخبر أهو، أسبانيا تحتفل بتجنيس اليهود السفارديم إنهم منحوهم الجنسية. ودي جريدة الوطن. أكيد لم تشير إلى مسألة المسلمين. لا، ما إحنا بنسأل إحنا بقى. طيب ما أنت طردت معاهم البروتستانت والمسلمين واليهود طردتهم الثلاثة دول، النهاردة جاي بعد كل السنين دي تعتبر ان طرد اليهود تاريخي؟ طب وطرد المسلمين؟ اتفضل. انا كنت من فتره مع مؤرخ مهتم بالملف الموريسكي، ده ملف المسلمين الذين نصروا الموريسكيين، وهو مؤرخ قومي يعني حتى لسه مؤرخ اسلامي، اسمه الدكتور عبد الجليل التميمي، وهو مهتم ومتفرغ لهذه المساله، مساله الموريسكيين والمركز اللي عامله في تونس، مركز عن دراسات الموريسكيين، الدنيا كلها موريسكيين. بس عشان نشرح للناس، الموريسكيين هم المسلمين اللي هم المسلمين اللي اجبروا على التنصر او طردوا. هو نفسه، لان الخبر ده هو خبر متجدد، يعني هذا الخبر حصل قبل كده من كام سنه برضه. فبيقول انا ارسلت رساله، يعني كان بيحكي لي، بيقول انا ارسلت رساله الى الملك الاسباني بقول له طالما انت عملت كده فعلا واليهود كانوا اقليه، فالمسلمين ينادون بحق تاريخي ايضا ليتم مساواتهم مع اليهود اللي انت بتعترف بالخطا التاريخي. فبيقول ولم اتلقى ردا. طبيعي. طب يعني انا اكمل لك بقى. في سنه من السنوات كنت في مهرجان مسرح فالتقيت بكاتب مغربي اسمه بهاء الدين الطود، راجل ما شاء الله، هو كان يعني رئيس تحرير جريده مغربيه، وكان ما شاء الله على علمه وثقافته ولغته. فقال لي، والعهده على الراجل يعني، انا ما اعرفش ما رحتش المغرب، بس قال لي ان هناك بيوت في مراكش لازالت تحمل مفتاح بيوتها بتوارثوه، مفتاح بيوتهم في الاندلس بيتوارثوه ابا عن جد عن جد عن حفيد عن حفيد حتى هذه اللحظه. نعم. يعني الى الان مفتاح بيتي في الاندلس
لو يعني واحد مغربي يملك مفتاح بيته في الأندلس من بيسلموه لبعضهم. إذا هناك ناس ليها حق. أنا قبل أيام كنت في مؤتمر للباحثين هنا في اسطنبول، وقابلت يعني أو أحد الأصدقاء قابلني، هو تعرف علي فبقول له طيب عرفني عليك، فقال لي أنا فلان الفلاني موريسكي. عرف نفسه أول ما عرف نفسه بأنه موريسكي. موريسكي طبعا هو يجيد الإسبانية والتركية والعربية. فيعني لا، القصد أنه الموريسكيين جزء كبير منهم بالمناسبة، واليهود لما هربوا من جحيم محاكم التفتيش راحوا فين؟ راحوا الدول الإسلامية، راحوا المغرب، راحوا الدولة العثمانية التي استقبلتهم. ايوه مظبوط. فيعني طيب بص دلوقتي، هل اليهود راضين مثلا عن تاريخ الدولة العثمانية؟ لا طبعا. يعني بس انا عايز نفسي قبل، انا خايف نتكلم في محاكم التفتيش. محاكم التفتيش لان الناس متخيله ان المسلمين بس هم الارهابيين، ان المسلمين هم اللي عملوا كده. هم لا يدروا ما هي كانت وحشيه محاكم التفتيش في اسبانيا. ممكن حضرتك طيب تديني فكره عنها؟ اسمح لي الاول احيي كل الشباب اللي بدأوا ذكرى إحياء الأندلس. الكلام ده كان من كام سنة، يعني من كام سنة بعد ما الشباب العربي والمسلم بدأ يتعرف على بعض من خلال الإنترنت، بدأت ظاهرة الاحتفال بذكرى سقوط الأندلس. هذا الأمر كان مغيب تماما ولا ينتبه إليه أحد، وبيعدي 2 يناير زي ما عدى 1 يناير وكريسماس وبتاع، لغاية لما الشباب أجبروا هذا الموضوع. وهنا أيضا أحيي بعض الحركات الشبابية في مصر زي حركة أحرار، لأنها كانت أول من نظمت مظاهرة في مصر أيام الدكتور مرسي ربنا يفك أسره، احتفالا بسقوط الأندلس، يعني أو إحياء لذكرى سقوط الأندلس. الشباب دول ما زالوا يزيدون وبيعملوا كل سنة نفس الاحتفالية بإحياء ذكرى سقوط الأندلس، وبيقدموا معلومات عن الأندلس بتبقى من خلال المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي. ولذلك أنا ممكن نقول للجمهور أنه يدخل على الفيسبوك يدور على هذه الوسوم أو الهاشتاجات، هاشتاج النكبة الأندلسية، ذكرى سقوط الأندلس، ماذا خسر المسلمون بسقوط الأندلس، بصمات أندلسية. كل هذه الهاشتاجات هي مجهود لفرق العمل لشباب أحيوا ذكرى سقوط الأندلس. في الهاشتاجات دي هم هيشوفوا بنفسهم مشاهد وآلات التعذيب اللي كانت مستخدمة في محاكم التفتيش. طيب ناخد بريك صغير قوي ونرجع ناخد يعني ناخد بين السطور ولا هتلغوه؟ انا طيب ناخد بريك صغير كده ونرجع نشوف. كانت وحشية يا استاذ محمد؟ يعني كانت في غاية الوحشية. اصلا محدش في المؤرخين يقلل من وحشية محاكم التفتيش، وكانت بقيادة او تحت اشراف قساوسة استمرت 120 سنة. يعني ما كانتش مجرد ملك والملك الثاني، لا ما كانش مجرد قسيس والقسيس الثاني، لا ده كان منهج في تعامل الدولة الإسبانية مع من بقي من المسلمين. وفي النهاية أيقنوا أن المسلمين دول ما زالوا مسلمين سرا، فاتخذوا قرار تهجيرهم سنة 1609. لا يعني المسلمين، لا 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 نقف الأول نشوف، ناخد بريك الأول وبعدين نرجع ماذا كان يحدث في محاكم التفتيش، ونرجع تاني عشان تعرفوا بس جزء من تاريخنا للذكرى. فاصل ونستناكم.